ميليشيات الحشد الشعبي تنشر قواتها على الحدود العراقية إلى ماذا ترمي؟ وما الهدف من وراء ذلك؟ ومن المحرك لها؟ رئيس الحكومة حيدر العبادي يؤكد بقاء الحشد خارج العملية السياسية، وأنه لن يدخل في معترك السياسة وسيبقى قوة في يد الدولة فقط. قادة الحشد يصرون على الدخول في العملية السياسية وأن يكون منصب رئيس الوزراء من الحشد حصرا. كيف سيكون شكل العراق؟ وهل سيتم تقنين هذا النفوذ؟ أم أننا أمام نفوذ إيراني لا حدود له؟ برنامج حوار سياسي يأتيكم بعنوان ميليشيات الحشد الدولة العميقة.